الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ مع حضرتك منى يا فندم من شركة المتوكل للتسويق العقاري. ايه؟ منى من شركة المتوكل للتسويق العقاري يا فندم. مين؟ منى يا فندم منى من شركة المتوكل للتسويق العقاري. اهلا وسهلا. كنت بكلم حضرتك، عندنا عرض اليومين دول حلو جدا. لو حضرتك انترست يعني بالعرض ده اقول لحضرتك، تسست ازاي يعني يا استاذه؟ مش فاهمك. يعني لو حضرتك مهتم بالعقارات والشراء اليومين دول عندنا عروض حلوة جدا يا فندم. يا استاذه، هو في حاجه دلوقتي حد بيشتري ولا حد بيبيع؟ مش شايفه ظروف الدنيا ازاي ما هي والكورونا وكل حاجة العالم خاصة بالحاجات اللي احنا فيها دي يا فندم، عندنا عرض على المدافن يا فندم. عرض على ايه يا استاذه؟ بس حفل يا فندم، عرض على المدافن يا فندم. طرب يعني ايوه يا فندم، هو ايه اللي بيضحك حضرتك؟ عايزين تبقوا لنا طرب؟ ايوه يا فندم، طب اتفضلي يا استاذه، انا معاك اهو. دلوقتي احنا عاملين خصومات ما حصلتش قبل كده. كنا الاول عاملين تقسيط بس الطرب؟ يا فندم. الو، خصومات على الطرب؟ ايوه يا فندم، طب قول يا استاذ، احنا معاك اهو. حضرتك عشان عايز شوف، تعرف المكان وكده ولا اقول لك الاسعار الاول ولا ايه، ولا ابعت لك على الواتساب؟ لا حضرتك قولي لي يا فندم، قولي لي قولي لي قولي لي بكام وفين، وعندكم كذا مكان ولا مكان واحد؟ احنا عندنا كذا مكان، بس عندنا دلوقتي في بقى، حضرتك عاوز 2 عين ولا عين واحدة الاول عشان اقول لا لحضرتك لو الاسعار؟ عينين بقى، عين واحدة للسيدات وواحدة للرجالة. تمام يا فندم، خلاص. بص، الاسعار بتتراوح من 50 ل 75 الف. المكان بيبقى عند اللي قدام، حضرتك عارف طريق سيوه، عارف دير بطنه قدامه كده يا فندم. عندنا كذا طب كذا، ايه بقى يعني ايه التراب بتاعتكم، فيها ايه مميز يعني يا استاذ؟ اولا بتتميز بسهوله قربها من العاصمه الاداريه، يعني اي حد رايح جاي يقدر يروح. يا استاذ ده حد ميت يعني، مش فارق يروح العاصمه ولا ما يروحش لا العاصمه. يا فندم، مين اللي هيزوره يا فندم؟ ايه اللي هيزوره؟ اللي هو هيزوره. اكيد مش هيروح يزور حد الميت ده يا فندم. انا حضرتك عارف فاهم. الظروف اللي البلد فيها والدنيا، وفي عائلات بتموت، فالواحد لا لازم لا مكان لا، يتدفن اعوذ فيه بالله بدل. اعوذ بالله اعوذ بالله يا استاذه، انت بتصوري في الشنطه ليه؟ ما طب وفي بفوتش يا قسط فندم، على بس كده يا الواحد، استاذه؟ لا يا فندم ما فيش اقساط خلاص، يعني الناس بتموت يا فندم، اقساط ازاي؟ انا مش عارفه حضرتك بتضحك ليه يا فندم. طب يا استاذه معلش، حضرتك ممكن تبعتي لي على الواتس كل التفاصيل وانا ارد عليكي. طيب انت مهتم بالله على الطريق مصر السويس ولا عايز هو اماكن ارخص؟ هو في ارخص؟ ابعت لحضرتك كل فين؟ التفاصيل في كل الاماكن. الاثنين يا عين ريت. صح؟ يا استاذ حاضر يا فندم، هتواصل مع حضرتك على الواتساب. شكرا ماشي، جدا لحضرتك، شكرا. شكرا يا استاذ. فاهم. الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ مع حضرتك منى يا فندم من شركة المتوكل للتسويق العقاري. ايه؟ منا من شركة المتوكل للتسويق العقاري يا فندم. مين؟ منا يا فندم منا من شركة المتوكل للتسويق العقاري. اهلا وسهلا. كنت بكلم حضرتك، عندنا عرض اليومين دول حلو جدا. لو حضرتك انترست يعني بالعرض ده اقول لحضرتك، تسست ازاي يعني يا استاذه؟ مش فاهمك. يعني لو حضرتك مهتم بالعقارات والشراء اليومين دول عندنا عروض حلوة جدا يا فندم. يا استاذه، هو في حاجه دلوقتي حد بيشتري ولا حد بيبيع؟ مش شايفه ظروف الدنيا ازاي ما هي والكورونا وكل حاجة العالم خاصة بالحاجات اللي احنا فيها دي يا فندم، عندنا عرض على المدافن يا فندم. عرض على ايه يا استاذه؟ بص حفل يا فندم، عرض على المدافن يا فندم. طرب يعني. ايوه يا فندم، هو ايه اللي بيضحك حضرتك؟ عايزين تبقوا لنا طرب؟ ايوه يا فندم، طب اتفضلي يا استاذه، انا معاك اهو. دلوقتي احنا عاملين خصومات ما حصلتش قبل كده. كنا الاول عاملين تقسيط بس على الطرب؟ يا فندم. الو،
خصومات على التراب. ايوه يا فندم. طب قول يا استاذ احنا معاك اهو حضرتك عشان عايز تشوف. تعرف المكان وكده، ولا اقول لك الاسعار الاول ولا ايه، ولا ابعت لك على الواتساب؟ لا حضرتك قولي لي يا فندم، قولي لي قولي لي قولي لي بكام وفين، وعندكم كذا مكان ولا مكان واحد؟ احنا عندنا كذا مكان، بس عندنا دلوقتي في بقى، حضرتك عاوز 2 عين ولا عين واحدة الأول عشان أقول لا لحضرتك لو تظبطي؟ عينين بقى، عين واحدة للسيدات واحدة للرجالة. تمام يا فندم. خلاص بص، الأسعار بتتراوح من 50 ل 75 ألف. المكان بيبقى عند اللي قدام، حضرتك عارف طريق سويس، عارف دير بطمس، قدامه كده يا فندم. عندنا كذا طب كذا، ايه بقى يعني ايه التراب بتاعتكم فيها ايه مميز يعني يا استاذ؟ اولا بتتميز بسهوله قربها من العاصمه الاداريه، يعني اي حد رايح جاي يقدر يروح. يا استاذ ده حد ميت يعني مش فارق يروح العاصمة ولا ما يروحش لا العاصمة. يا فندم، مين اللي هيزوره يا فندم؟ ايه اللي هيزوره؟ اللي هو هيزوره. اكيد مش هيروح يزور حد الميت ده يا فندم. انا حضرتك عارف فاهم. الظروف اللي البلد فيها والدنيا، وفي عائلات بتموت، فالواحد لا لازم لا المكان يا رب، يتدفن اعوذ فيه. بالله اعوذ بالله اعوذ بالله يا استاذه، انت بتقولي في الشنطه ليه؟ ما طب بفضلش وفي يا قسط فندم، على بس كده الواحد، يا استاذه؟ لا يا فندم ما فيش اقساط خلاص، يعني الناس بتموت يا فندم، اقساط ازاي؟ انا مش عارفه حضرتك بتضحك ليه يا فندم. طب يا استاذه معلش، حضرتك ممكن تبعتي لي على الواتس كل التفاصيل وانا ارد عليكي. طيب انت مهتم بالله على الطريق مصر السويس، ولا عايز هو اماكن ارخص؟ هو في ارخص ابعت لحضرتك كل فين؟ التفاصيل في كل الاماكن. الاثنين يا عين ريت. صح؟ يا استاذ حاضر يا فندم، هتواصل مع حضرتك على الواتساب. ماشي، متشكرة جدا لحضرتك، شكرا. شكرا يا استاذ.